مساكم الله بالخير مشاهدينا الأعزاء وين ما كنتم، حياكم الله ويانا في مشوار جديد من مشاوير الفجيرة تجمعنا. بداية اسمحوا لي أمسي على زميلتي ورفيقتي مشواري لهذه الليلة بشار العبد، مساك الله بالخير. هذه الليلة وكل ليلة مساك الله بالنور علي. أكيد نمسي عليكم مشاهدينا وما كنتوا تتابعونا وتتابعون برنامج الفجيرة تجمعنا اللي دائما يجمعنا على أجمل وأروع الأحداث المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة من عروس الشرق إمارة الفجيرة. والبداية معك كريم. أكيد بشاير، مواضيعنا مشاهدينا متعددة ومتنوعة مثل ما عودناكم، ومواضيع طبعا راح نتناولها في حلقتنا لهذه الليلة، ومنها موسم الزراعة في إمارة الفجيرة بين الماضي والحاضر. وأيضا راح نتطرق لابتكار حاوية ذكية تحول نفايات الأطعمة إلى سماد عضوي، بالإضافة للعديد من المواضيع والتقارير اللي راح تتابعونها معنا في حلقتنا لهذا اليوم. والبداية من مشاركة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في برنامج الشارقة ضيف شرف اللي يقام ضمن فعاليات الدورة 65 من معرض سيئول الدولي للكتاب اللي ستختتم فعالياته يوم 18 يونيو الجاري. وتم تنظيم البرنامج بالتعاون مع هيئة الشارقة للكتاب، حيث تحتفي كوريا الجنوبية بالمشروع الحضاري للإمارة وبالتحديد لإمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، عبر تنظيم سلسلة من الفعاليات والجلسات الحوارية والنقاشية أمام الجمهور الكوري، تعكس من خلالها حاضر وتاريخ الثقافة الإماراتية والعربية وحجم الحراك الإبداعي الذي تشهده الإمارة. وتتضمن مشاركة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات عرض إصداراته وأعضائه، إضافة إلى عرض 10 أعمال مترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الكورية. وقال عبد الرحمن نقي عضو مجلس الإدارة مسؤول العلاقات العامة والإعلام في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات أن الشارقة خلال مشاركتها في هذا الحدث تجسد رؤيتها تجاه تعزيز حضور الثقافة الإماراتية والعربية على المستويين الإقليمي والدولي، وتسعى إلى فتح فرص جديدة للتعاون والتبادل الثقافي وبحث تطوير آفاق الترجمة بين اللغتين العربية والكورية. وأوضح أن البرنامج العام للمعرض راح يتضمن جلسات وفعاليات تتناول مواضيع مختلفة في الأدب والشعر والتراث والفن، وجلسة متخصصة حول دور المرأة في صناعة النشر، إلى جانب الأمسيات الشعرية اللي راح تجمع بين شاعرات من دولة الإمارات وكوريا. وتسلط فعاليات المعرض الضوء على نقاط التقارب والتاريخ الأدبي بين ثقافتي البلدين، سواء في مجال الخط أو الحكايات أو التراث الشعبي والفني والترجمة والأدب النسوي، حيث ستشهد جلسات الحوار والورش مشاركة تخبة من الكتاب والأكاديميين والإعلاميين اللي راح يقدمون أيضا رؤياهم في مجالات مختلفة سواء كانت في الأدب الفن أو الثقافة. جميلة بشاير لهذه المشاركة. أنا اللي شد انتباهي أمانة أن المشاركة في الشعر، خلينا تحديدا في الشعر، يعني قاعد أفكر فيها، شعر إماراتي وشعر كوري، تراث إماراتي وتراث كوري، يعني شوف الثقافة وين وصلت، يعني شيء جميل حقيقة. أنا أنتظر على أحرم الجمر علي الشعر، يعني بما أنك بطاري الشعر أنك شاعر أكيد، ولكن الشعر هو أحد أساسيات تراث أي دولة، فبالتالي في دولة الإمارات العربية المتحدة تراثها يزخر بالكثير من الأشياء الجميلة والرائعة اللي يجب أن يتغنى فيها كل إماراتي سواء داخل الدولة أو خارج الدولة. بالتالي هذه الثقافات المتبادلة صدقيني راح تعرف الشعب الكوري على عادات وتقاليد دولة الإمارات، وكذلك على تراثها الجميل الأكثر من رائع، لأن أي تطور في أي دولة أساسها التراث. راح ننتقل مشاهدينا لموضوع آخر ومختلف، إلى جامعة الإمارات العربية المتحدة اللي حققت قفزة جديدة في التصنيفات العالمية من خلال التصنيف في 10 أهداف من أهداف التنمية المستدامة.
وذلك حسب تصنيف التأثير للتايمز للتعليم العالمي لعام 2023. مشاهدينا، تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا عبر الهاتف مباشرة الأستاذ الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي ورئيس لجنة مسرعات التصنيف العالمي في جامعة الإمارات العربية المتحدة. أهلا وسهلا فيك دكتور في برنامج الفجيرة تجمعنا. حياك الله دكتور. حياكم الله ومشكورين على الاستضافة ومتابعتكم مختلف أنشطة جامعة الإمارات. في الخدمة دائما. الله يسلمك، هذا واجب علينا دكتور. بداية يا ريت لو تخبرنا عن تفاصيل تصنيف الجامعة للمرة الأولى في 10 أهداف ومن أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 17. نعم، تولي جامعة الإمارات اهتمام كبير بأهداف التنمية المستدامة من خلال البرامج الأكاديمية والبرامج الصفية والبرامج البحثية التي تعزز مشاركة أعضاء التدريس والطلبة في إيجاد حلول مختلفة لتحديات مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. اليوم أهداف التنمية المستدامة هدف استراتيجي تسعى الجامعة للمشاركة فيه بحكم الدعم دعم هذه التحديات بحلول تستطيع تحقيق رفاهية المجتمعات. طبعا نحن نشارك في هذا التصنيف للمرة الثالثة. عندما نقارن هذه الدورة بالدورة السابقة، هذه الدورة صار لنا قفزة نوعية من خلال الحصول على 10 تحقيق تصنيفات في 10 أهداف مقارنة بسبعة في الدورة السابقة، والذي يعكس اهتمام جامعة الإمارات بأهداف التنمية المستدامة من خلال خطة طويلة المدى حتى نساهم في 17 هدف من أهداف التنمية المستدامة. اليوم لدينا 7 سنوات، اليوم مؤسسنا التعليمية في الدولة وجامعة الإمارات مطالبين أن يساهموا من خلال التعليم ومن خلال البحث العلمي في تحقيق هذه الأهداف والتي نوائمها مع استراتيجيات أو مستهدفات الوطنية لدولة الإمارات. نعم دكتور، الجامعة أيضا يعني حققت تصنيف عالمي يتراوح بين 101 إلى 200 في الهدف 6 و7. لو تخبرنا أكثر عن تفاصيل هذا الموضوع لو سمحت. نعم، حققت جامعة الإمارات في الهدف 6 و7، 6 المعني بالمياه النظيفة والصرف الصحي، وبالنسبة للهدف 7 المعني بالطاقة، وذلك لوجود قوة وممكنات في هذين الموضوعين، موضوع الطاقة وموضوع المياه، وذلك من خلال البحث العلمي الذي نقدمه. اليوم 43% من المخرجات البحثية لجامعة الإمارات خلال آخر 5 سنوات مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة من مجموع الأبحاث التي نشرت في نفس الفترة، وهذا ما يؤكد على التوجيه المستمر لجامعة الإمارات أن يكون الوائم مخرجاتنا أو استراتيجياتنا البحثية بأهداف التنمية المستدامة. نعم. هناك ممكنات من أعضاء هيئة التدريس، مشاريع بحثية، إنتاج بحثي، أيضا اقتباسات لهذه الأبحاث وأيضا مساهمات مجتمعية تعزز مشاركة الجامعة في نشر الوعي بالمياه وفي الاستخدام الأمثل للطاقة والتوجه نحو الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة. نعم دكتور، للتنمية المستدامة أكيد أهداف كثيرة وهذا ما تسعون بلا شك إليه، لكن السؤال هنا كيف تعكس هذه أو نتائج هذا التصنيف مدى التزام الجامعة بشكل مستمر في تعزيز هذه الأهداف؟ نعم، اليوم نحن ذكرنا أن أهداف التنمية المستدامة هدف مهم جدا ومستهدف مهم لجامعة الإمارات تسعى من خلال البحث العلمي والبرامج التعليمية أن تعكس هذه التوجهات. لماذا ذلك؟ لأن هذا مستهدف وطني، بالإضافة إلى ذلك بأن هدف عالمي نحن نسعى لابد أن يكون لدينا مساهمات ذات تأثير. كيف نعكس هذا التأثير؟ التأثير ينعكس من خلال هذه المخرجات البحثية التي تخدم المجتمع العلمي العالمي.
لذلك نحن مركزين على هذه التوجهات. اليوم هدفنا طموح جدا، هذه السنة 10 إن شاء الله نطمح في الدورات القادمة أن يكون محققات ذات أخرى أيضا بإذن الله. أكيد أتمنى لكم دكتور كل التوفيق دائما وأبدا. دكتور، هذا التصنيف كيف يدل على وجود الجهود والتعاون بين جميع الجهات المعنية في النظام التعليمي في الجامعة؟ نعم، الجامعة بشكل عام منظومة تتكون من كليات، مراكز بحثية، أيضا طلبة، أعضاء هيئة التدريس، موظفين. اليوم هذه المنظومة لابد أن يكون فيها تكامل، أن جميع الأطراف لابد أن يشاركوا في إيجاد الحلول، وهذا ما نعززه من خلال البحث العلمي البيني ومن خلال الأنشطة البينية التي يشارك فيها كل فئات المجتمع، من خلال نشر الوعي ومن خلال إيجاد الحلول العلمية عن طريق البحث العلمي. اليوم الطالب نحن نعتبره سفير للجامعة والسفير لأهداف التنمية المستدامة، نعتبره جزء أساسي من المجتمع العلمي، وهو الطالب من سيقود دفة أو هذه الملفات في المستقبل. لذلك نحن نعزز هذه المهارات من خلال ربطها بالتعليم، من خلال الأنشطة اللاصفية. أهلا بكم من جديد. أقيمت ورشة تدريبية لمكافحة تقليد العلامات التجارية بفندق انتركونتيننتال بدبل فجيرة، وكانت بالتعاون بين شركة مانيسا لإدارة الحقوق والملكية الفك. دكتور أحمد، ماذا عن الاستراتيجية المستقبلية لجامعة الإمارات العربية المتحدة؟ نعم، استراتيجيتنا طموحة. نحن لدينا خطة استراتيجية بحثية أعلناها منذ ثلاث أسابيع ماضية، استراتيجية جامعة الإمارات للبحث والابتكار 2023-2026، والتي تهدف إلى وضع جامعة الإمارات ضمن مصاف الجامعات المرموقة عالميا. لتحقيق هذا الهدف لابد أن يكون لدينا مساهمات عالمية، مساهمات ذات أثر، وهذا الأثر ينعكس من خلال مشاركتنا في أبحاث متصلة بأهداف التنمية المستدامة. اليوم نحن الحمد لله حققنا في 10 أهداف، لدينا قوة. مثلا الهدف الرابع، نحن من أفضل 50 جامعة على مستوى العالم في التعليم الجيد، والذي يعكس على البرامج الأكاديمية التي نقدمها. خططنا أن نزيد عدد الأهداف بحيث أن نكون نصنف بأكثر من 10 في السنوات القادمة، حتى نصل إلى الهدف 17، أن نكون جامعة تقدم وتساهم لكل التحديات العالمية. دكتور، صراحة جهودكم واضحة حقيقة، فمشكورين على كل ما تبذلونه لرفع اسم جامعة الإمارات في أعلى المراتب، ورفع أيضا اسم الإمارات كذلك. فكل الشكر لهذه الجهود المبذولة، وأكيد أتمنى لكم كل التوفيق في خططكم المستقبلية. الأستاذ الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي ورئيس لجنة مسرعات التصنيف العالمي في جامعة الإمارات العربية المتحدة، شكرا لوجودك معنا، ونتمنى لكم كل التوفيق دائما وأبدا. شكرا لكم وكل التوفيق للجميع. الله يسلمك، حياك الله في وداعة الرحمن. مشاهدينا، فاصل يفصلنا عنكم الدقائق، عندنا ما زال الكثير من المواضيع، خلكم قريب. أهلا بكم من جديد. يعد بيت الفلسفة مركز التنوير من الفجيرة إلى عواصم الفلسفة في العالم، وحضارة أي أمة لا يمكن أن تقوم لها قائمة من دون الفلسفة، ولدولة الإمارات دور تنويري ورؤية حكيمة. افتتاح بيت الفلسفة في إمارة الفجيرة بالتحديد هو حقيقة إنجاز ثقافي في غاية الأهمية، يجب أن نحن نتوقف عنده، نتحدث عنه أكثر في فقرة هنا الفجيرة.
نعم مشاهدينا، أم العلوم أصبح لها بيتا في الفجيرة، وللحديث عن هذا الموضوع معنا في الاستديو سعادة الدكتور أحمد برقاوي عميد بيت الفلسفة. دكتور شرفتنا ونورتنا. أهلا وسهلا فيكم. نورنا دكتور دائما. أهلا وسهلا. الله يسلمك. وأنا سعيد في اللقاء معك. الله يسلمك. الحديث عن بيت أنا أسعد الفلسفة. أكيد أنا أسعد. دكتور بداية، ما هو بيت الفلسفة وما هو سؤال الفلسفة الآن؟ بيت الفلسفة، أصلا دلالة كلمة بيت تعني أنه المكان الحميم، وكل مكان حميم سمي بيت. صحيح. هلا أن يكون هناك بيت للفلسفة يعني أن يكون هناك مركز يشع بكل مشكلات العصر انطلاقا من الوعي الفلسفي. بيت الفلسفة يعني أن يكون هناك بيت بالأساس متخصص بعلم التفكير، لأن الفلسفة هي علم التفكير. وكما أشرتم في المقدمة، الفلسفة بوصفها علم التفكير، فإنها تواجه أعتى حصون الوهم فتحررنا مما قبل العقل، لأن الفلسفة هي تقوى العقل. ولهذا فأن يكون هناك بيت للفلسفة في الفجيرة يعني أن تكون الفجيرة الآن مركزاً عقلياً أساسياً لتناول أهم المشكلات الحقيقية، و المركز التنويري الذي يطرح الأسئلة الحقيقية المختلفة عن الأسئلة الزائفة، لأنه ليس كل الناس يطرحون أسئلة حقيقية، هم يعتقدون أن صورة السؤال هو سؤال، لكن صورة السؤال ليس هو السؤال. لا سؤال بدون صورة سؤال بأدوات السؤال اللي هي أدوات الاستفهام باللغة العربية. نعم. أدوات السؤال باللغة العربية أدوات الاستفهام. هلأ أي سؤال لا ينطوي على إمكانية جواب واقعي ليس بسؤال. ولكن الفلسفة دكتور هي بعيدة عن الواقعية. صح؟ لا. كيف؟ صح. لا الفلسفة. الفلسفة يعني هكذا يعتقد البعض. هي ليس بالضبط هكذا يعتقد البعض. هي ليست بواقع الحياة، ولكن هي عبارة عن تفكير الدكتور المتعمق في عالم الفلسفة، تفكير البروفيسور الفلاني المتعمق في عالم. سيدتي الكريمة، قد لا يستوعب الناس ما هي علم الفلسفة الحقيقي، أي كيف يقدر يخدمه؟ أولاً الفلسفة ليست علماً، ليست علماً تجريبياً، ليست فيزياء، ليست. قلت لكم الفلسفة كيف نفكر بشكل صحيح، كيف نطرح أسئلة بشكل صحيح. هلأ الفيلسوف من أين يشتق أسئلته؟ من الواقع. الواقع. إذن هو أقرب الناس إلى الواقع، لكن الناس لا يحبون الحقيقة القائمة وراء الوقائع الظاهرة، وبالتالي يجعلون من الفلسفة فكراً يقيم في برج عاجي بعيداً عن الواقع المعيش. دكتور فهمتني غلط على فكرة. اسمع، مو أنت، الناس. الناس. لأني أنا أعشق الفلسفة. السعادة في الإمارات في وزارة للسعادة أم لا؟ نعم. نعم. طب لو سألت شخص ما السعادة؟ هذا الجواب لا يجيب عنه إلا الفيلسوف. في عدل ولا ما في عدل؟ ما العدل؟ ما الحقيقة؟ ما الماهية؟ ما الإنسان؟ ما الأخلاق؟ ما القيم؟ اليوم كنت عم بحكي شخص قال لي شو الفلسفة، كان إلى جانبه امرأة جميلة، قلت له أنت تعتقد أنها امرأة جميلة؟ قال لي صح. قلت له ما الجمال؟ ما أعرف. وبالتالي الفلسفة هي كشف عن الماهية، وبالتالي سؤالها دائما يبدأ بما؟ ما كشف عن الماهية الحقيقية، كشفا عن الحقيقة. وبالتالي الفلسفة عندما تنهض بوصفها
مبحثا من أجل الحقيقة، فإنها تقدم للناس سبل التفكير الصحيح، مناهج التفكير الصحيح، إنها تنتج المفهوم. نحن الآن نتحدث ثلاثتنا انطلاقا من المفهوم، المفاهيم. إذا لم يكن لدينا مفاهيم تعبر عن الوقائع لا نستطيع أن نفكر، أليس كذلك؟ فضلا عن ذلك، من ذا الذي يستطيع أن يفكر خارج المنطق؟ كل منطقي هو واقعي دكتور. أنا ما كل منطقي هو واقعي دكتور. وبالتالي نحن نمتلك الواقع بطريقة تبدو للوهلة الأولى أنها بعيدة عن الواقع، ولكنها صميمية في علاقتها. كل شيء ينبع من واقع الحياة، ولكن أنا ما قصدته هي أن عالم الفلسفة ليس لديه قواعد ثابتة. مين قال لي؟ أنت قلت لي. أنا قلت لك ما في قواعد ثابتة. عندي لقاء ما؟ لا، في لقاء لي معك سابق وسألتك هذا السؤال وكررت السؤال المرة الثانية، أنه ال 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 افهمني، الفلسفة هي عبارة عن، يعني مش نفس الرياضيات، واحد زائد واحد يساوي اثنين، هي بحر كثير كبير، هي عبارة عن ما، نفس ما ذكرنا قبل شوي، إجابة لكثير من الأسئلة، ولكن ليس لديها قواعد ثابتة حقيقية. فكل فيلسوف يتحدث من وجهة نظره في هذه الحياة، وعلمه وثقافته وفكره وفلسفته الخاصة. صح ولا أنا غلط؟ صححني. أنت عم تحكي صح، بس خليني أحطه في إطار الفلسفة. طيب، ما هي المشكلة؟ شو عندما نتحدث عن مشكلة، ما هي المشكلة؟ شو المشكلة؟ ما الفرق بين السؤال والمشكلة؟ قد لا الناس قد لا يميزون بين السؤال والمشكلة. هلا إذا سألتك ما هذا، قلت طاولة. هل هناك مشكلة في هذه؟ لا. لماذا؟ لأنه ينطوي على جواب واحد، لا يمكن إلا أن يكون أن هذه طاولة. لكن لو سألتك ما القيم؟ تعدد الأجوبة عن سؤال ما القيم يخلق مشكلة القيم، ولهذا تتعدد الأجوبة، ولكن انطلاقا من مناهج عقلية في التفكير، من قواعد صارمة منطقية 100%. الفيلسوف لا يستطيع أن يفكر خارج المنطق ومناهج التفكير، بل بالعكس يحول المعرفة إلى منهج التفكير، تحويل المعرفة إلى طريقة في التفكير. عندما داروين كشف عن تطور الكائنات الحية، جاء الفيلسوف وقال التطور مبدأ من مبادئ التفكير، لا أستطيع أن أفهم المجتمعات إلا انطلاقا من مبدأ التطور، فحول التطور إلى منهج في التفكير. رأيت حاجة البشرية إلى الفلسفة، بل كلما واجهت البشرية معضلة ما أهابت بالفيلسوف أن يقول قوله. أكيد نعم. قوله هو القول الصارم. أكيد نعم. دكتور، ذكرتم سابقا بأن لديكم جملة مشاريع حقيقة من ضمنها معجم الفجيرة الفلسفي، يا ريت لو تحدثنا عن هذا المعجم. بداية أنا نسيت أني أقول أنه إحنا لم نفتتح بيت الفلسفة من شهر، نحن دشنا بناء الفلسفة. نعم. بناء، نحن افتتحنا بيت الفلسفة قبل سنتين، وعقدنا المؤتمر العالمي الأول قبل سنتين، لكن مع تطورنا صار لدينا أجمل بناء في العالم، دشناه وقام بتدشينه صاحب سمو الشيخ ولي العهد الشيخ محمد بن حمد الشرقي. شفتوا لبيت الفلسفة؟ رائع، أنا شفته. بناء جميل جدا، وبالتالي صار لأول مرة هناك بيت للفلسفة في العالم، وليس فقط في الإمارات أو في الوطن العربي، بيت فلسفة في العالم. هلا ينهض بيت الفلسفة بمهام كثيرة. أولا، نحن الآن أصدرنا العدد السابع من مجلة بيت الفلسفة، وهي المجلة الفلسفية تقريبا الخالصة في المنطقة.
2 أصدرنا سلسلة كتب فلاسفة العرب، أصدرنا حتى الآن تقريبا 20 كتاب أسئلة الفلسفة، ما القيم، ما الدولة، ما السلطة، ما الحب، ما الوفاء إلى آخره. 3 نحن الآن لدينا قاعة خاصة لتعليم الأطفال الحوار والسؤال، خاصة بالأطفال. نصدر كتبا للشباب حول مشكلات عامة، طبعا بزاوية رؤية فلسفية. نحن نعقد سنويا المؤتمر العالمي للفلسفة بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة بالأسبوع 3 من شهر نوفمبر من كل عام الذي قررته اليونسكو، وهو مؤتمر عالمي. عقدنا ندوة على هامش تدشين بيت الفلسفة عالمية، دعونا فلاسفة من الغرب والشرق، من العرب والأجانب. هذه كانت تحت عنوان شجاعة الحقيقة. شجاعة الحقيقة، الحقيقة تحتاج إلى شجاعة في قولها، لأن الناس ينفرون بالمناسبة من الحقيقة. 2 معجم الفجيرة الفلسفي هو واحد من الإنجازات المهمة، لأول مرة يقوم العرب هم بتكوين المعجم بما يملي عليهم عقلهم الفلسفي، وليس بترجمة من هنا وترجمة من هناك. فضلاً عن ذلك، نحن الآن لأول مرة في تاريخ العرب لدينا حلقة الفجيرة الفلسفية. حلقة الفجيرة الفلسفية تضم تقريباً 22 فيلسوف عربي، نجتمع لمناقشة قضايا فلسفية كبيرة. هذه ظاهرة لم يكن أحد تخطر على بال أحد. فضلاً عن ذلك، نحن لدينا سلسلة من المحاضرات التي نقدمها للطلبة العامين، ودورة نسوي لهم دورة فلسفية، آخر دورة ممكن من يومين إحنا خلصنا دورة، ونعطيهم شهادة في نهاية الدورة الفلسفية. وهناك إقبال شديد، لا تتصوروا الفرح في بيت الفلسفة عند الشباب والشابات في دولة الإمارات العربية المتحدة. 3 أو 4 ما بعرف بدي صرت حاكي، هي وسيلة تواصل بين فلاسفة العرب والعالم. نحن الآن أعضاء في اتحاد الجمعيات العالمية الفلسفية، ولأول مرة نحن الآن أعضاء في اتحاد الجمعيات الفلسفية العالمية. فضلاً عن ذلك، نحن الآن اتفقنا مع جامعة ميلانو لإنشاء متحف الفلسفة، ولأول مرة. ما شاء الله عليك دكتور، تتصدرون لأول مرة دائماً. وإن شاء الله دائماً على هذا الموال. دكتور، المكتبة تحمل اسم البرقاوي. من أين جاءت فكرة إطلاق هذه التسمية، وماذا يعدي لك هذا؟ أولاً قبل ما أقولكم، ليس هناك بالعالم مكتبة خاصة بالفلسفة إلا في الفجيرة. المكتبة الفلسفية، وفيها الآن عدد كبير، بس نحن خلال شهور أو أكثر سيكون فيها 50,000 كتاب فلسفي فقط في الفلسفة. وهي شغلة نادرة أن تكون هناك مكتبة خاصة بالفلسفة، عدد المكتبات فيها متنوعة فعلا. هلأ أنا اقترحت أن تسمى باسم الكندي، الفيلسوف العربي الشهير بالقرن، إسحاق الكندي. لكن سمو الشيخ محمد الشرقي بن حمد الشرقي، وهو شخص من النبلاء، نبلاء الفكر ونبلاء العقل، قالهم لا، هذه المكتبة وهذا البيت في أحد أوجه مدينة لأحمد برقاوي، فسموا المكتبة باسم البرقاوي تكريماً الله لأحمد برقاوي. تستحق، تستاهل. وكنت أنا الحقيقة ممنون وسعيد بهذا التكريم، فأن تكرم أنت وأنت حي أفضل من أن تكرم وأنت إن شاء الله بعد عمر طويل، بعد عمر طويل إن شاء الله. لا، وهي يعني لفتة تدل على نوع من الوعي بالآخر، أكيد
بأهمية الآخر، الوعي بمكانة الآخر، احترام الإنسان، وبالتالي الحب. أكيد. لماذا؟ لأن الفلسفة أصلاً فيلوسوفيا هي حب. حب، أنا لا أقول حب الحكمة، بل حب الحياة، حب الآخر، حب الإنسان. إحنا نحب وجودك الدائم معنا، وسعيدين دائماً فيك دكتور، ودائما تنير لنا عقولنا حقيقة. أنا سعيد فيكم. الله يسعدك يا رب دنيا وآخرة. سعادة الدكتور أحمد برقاوي عميد بيت الفلسفة، شكرا. خلاص اللقاء؟ والله أنا زعلانة أنه خلص. وأنا صراحة ما أبغيه يخلص أمانة، لكن مجبرا أنا حكيت كثير. أبدا لكن مجبرا أخاك لا بطل يعني. أنت تنير دائما عقولنا. الله يسلمك. صراحة تعطينا في أنا هذه الحياة. فيكم. الله يسلمك، وإن شاء الله نلتقي دائما بإذن الله. بس بدنا إياكم دائما تكونوا حاضرين فعالياتنا. أكيد. لو سمحت. ما في شك. نتمنى. وبدون أي دعوة. تواجدين حقيقة. بدون أي دعوة. اعتبروا حالكم مدعوون. إن شاء الله. مدعوين دائما إلى بيت الفلسفة. أكيد بلا شك. شكرا لوجودك معنا. الله يسلمك. الله يسلمك. مشاهدينا فاصل يفصلنا عنكم الدقائق، خلكم قريب. حياكم الله مشاهدينا من جديد. إمارة الفجيرة وجمال ورونق إمارة الفجيرة اللي تشتهر في دولة الإمارات العربية المتحدة بإنتاج العديد من الفواكه الطازجة حقيقة خلال فصل الصيف، وتعتبر هذه الفواكه من أهم المحاصيل الزراعية اللي تزرع في الإمارة، حيث تتميز بنكهتها الفريدة وقيمتها الغذائية العالية. أنا أحب الفواكه. أكيد طبعا. ما بالك فواكه فرش في الفجيرة. عاد الهمبة الصيف. الحين موسمها عاد. كلام ثاني. أيه. نعم مشاهدينا، يعتبر طبعا موسم الصيف في إمارة الفجيرة فرصة للسياح والزوار لتذوق هذه الفواكه والاستمتاع أيضا بجمال الطبيعة أو طبيعة الإمارة ومناظرها الخلابة وشواطئها الجميلة. أكيد المزيد مشاهدينا في فقرة هنا الفجيرة. اسمحوا لنا في هذه اللحظات أن نرحب في الاستديو بالباحث في التراث الإماراتي وبالتحديد عن إمارة الفجيرة الوالد محمد سعيد أحمد. الوالد إيش حالك؟ الحمد لله. عساك طيب؟ الحمد لله. شو الهمبة معاكم؟ الحين موسمها عاد. صح؟ الحين موسم. نعم. حلوة. الهمبة، الزيتون، التين، اللوز. طبعاً هذا موجود في الموسم هذا، موسم الصيف، موسم القيظ هو موجود. نعم، دائما في الصيف. موسم القيظ. طيب الوالد، شو أهمية الزراعة في إمارة الفجيرة بين الماضي والحاضر؟ والله طال عمرش الماضي أغلبية طال عمرش اللي هي الوالدين النخلة، ما لنا غنى عنها، ما نستغنى عنها، هذه الأساس مثل الوالدين. جميل هذا المسمى اللي أطلق عليها الوالد محمد. أكيد الوالدين يعني حلو هالمسمى. نعم. النخلة. شوف النخلة مثل الوالدين، أول شيء منها أرطب، ثاني منها التمر، منها الخوص اللي هو حق البنيان اللي هو البيوت. أول. نعم. أول طبعا ما في مسلح، النخلة هي تسوي تأكل منها، تبنى منها البيت، تسوي منها الحبل، تسوي منها القراقير. نسيت الوالد، نسيت العسو اللي انضربنا منه بقى. العسو ضربونا ابو اجدادنا وابانا. نعم. عسو زين، هذا كله من النخله، الحصر من النخله. نعم. الصاق في البيت من النخله، الحبل من النخله، يعني النخله هذا ما ينتاح منها شيء، مو البتات كله في ليه مادية. الكرب هذا. نعم. كانوا يسووا نفس البوه هو. نعم نعم نعم. طال عمرك يسووه كيبال القراقير. نعم. يسووه بوه القبالين مال البحر. نعم. يسووه لأن أول ما في بوه يحطوه في القراقير، هي هذا الكربة يحطوه وين؟ في الشوش. اي نعم. ويمشوا عليها. هذا في الماضي. هذا الماضي. عندش الزراعة هذه كلها في الموسم هذا اللي هو الحاضر. الحاضر اللي قلت لك عليه اللي هو الهمبة، اللومي، اللوز، التين، الموز. هذا الموز موسم مو أسيم، لكن أغلبية الهمبة واللومي في الموسم هذا. واليح مو موسم الحين. مو موسم اليح الحين. يح، لكن شو في الشتاء أبرد.
أبرد. أبرد. ليش؟ في أيام الشتاء غير، كلها زراعة عيش. لكن الموسم. زين الوالد، أنا عندي سؤال. يعني الفواكه هذه ولا اللي بين الماضي وبين الحاضر، أول والحين. زين. الوالد أول يعني أنا ممكن شوي لحقت الزمن هذا ولو الشيء البسيط يعني. لا مو بشوي، وايد. لا شوي مو بوايد، عاد لا تكبرين وايد. زين ف لحقت طعم الفواكه أبويا غير عن الحين حقيقة. أنا أقول الصدق يعني، الحين الخير والبركة فيهم، ما نقول نعم، ولكن قبل أنت ما تلاحظ الشيء هذا أصلا؟ بل أنت أكبرنا وأكيد عارف جير الله. نعم طال عمرك، أول الفواكه هاي اللي نسويها احنا هنا محليه ما فيها كيماوي. ها الاوليه، الاوليه ايه، الاوليه ما فيها كيماوي، ما في كيماوي. زين ليش ألد اول بسماد البقر والهار؟ نعم نعم. ثاني شيء نشوف مثل ما تقول خرسه اللي هو القاشع يقشعوها. اي نعم الشاره هذه يقشعوا، البطيخ يقشعوا، اليح، رؤوس القباب بعد، رؤوس القباب كله، حتى النخل. النخل يقول لك لا بغيتها عطها، لا بغيت تبغى تاخذ تبغى منها عطها. سماد القاشع تقشع يعني قشعوها. اي نعم. زين طيب شوف الطيب، اما الحين شوف البواكه الحين اللي تستوي، لو يسوي بواكه عندنا نفخه على الفاضي، نفخه على الفاضي. بس في الفجيره ابوهي يعني انا اسمع واعرف ان في مزارع تزرع الفواكه موجودة، وصراحة أنا ضايقتها، طعمها حلو. في أماكن اللي ما يسوي كيماوي طعمها حلو، أنا أقول لك، لكن لا شيء يحط لي كيماوي شوف ماشي يروح الطعم فعلا. إيه أكيد صح. شوف أنت إذا تجربي، شوف الخيار اللي سووه في الخيام الحين، الخيار اشتريه من السوق، ليش نحط عليه كيماوي؟ اشتري من السوق خليه يومين في الثلاجة شوفي يخترب يستوي شروات الخلق، شروة القطن. صح نعم. لكن ما في كيماوي تشوفه شاد، شروة راس الفندال دوي. شو الفواكه الموجودة في إمارة الفجيرة؟ ودي أتعرف أكثر أنا على إمارة الفجيرة. اليوم بنستغل الوالد ووجوده معنا، الخير والبركة كلها أبوي، الله يحفظك ويعطيك الصحة والعافية. آمين. شو من فواكه موجودة في إمارة الفجيرة بالتحديد؟ أول غير الهمبة، غير الليح، أنا أحب البراد. إيه زين، أول طال عمرك موجودة هالفواكه كلها. زين عندش اللي هو إحنا يسموه الحين الجرجير، بربير، هذا موجود، الرويد موجود. هي في شيء ربع اسمها غليلقة، لكن هي حنخلفوها. هذا تستوي وين؟ ايام المرابيع يوم يزرعوا الفندال. هاي اللي يسموها خويلقه؟ ايوه خليلقه. ايه خليلقه. هذه احسن عن اللي سوى بالسوق الحين. هاي تتنكل مع العيش هذا. مع العيش؟ يا سلام. مع السحناه. السحناه؟ نعم. واللومي فوقها وبصل وهذا. عليك كلام. يوعنا اكثر يوعنا. ما تنشمر قاعد عقب طول. هذه فواكه طبيعيه. طبعا هذه تستوي روحها عندنا احنا، تنقب من الارض نبته. ايه نعم، هاي ما حد يبذرها ولا شيء. روحها في اليبال تطلع. ليبال بالمزارع. مزارع ليبال. وعندش الحماض، الحماض يطلع. انا اذكر امي كانت تلقط الحميض. اذكره والله، الله يعطيها الصحه والعافيه. امين. هذا طال عمرك الحين ما يستوي، يستوي ايام متى؟ ايام الامطار. اللي هو يوم تستوي الامطار في الشتاء. في الشتاء يطلع في السيح، ليبال، الوديان، هذا يطلع. اما اللي زرعوه هذا مو هو. زين الهمبه الموجوده في الحين موسم الهمبه، انت نعم. عارف يعني الحين نعم. الصيف والقيض موسم الهمبة. نعم. همبة الأشجار والهمبة اللي ناكلها، ولا الهمبة بس مال الأكل اللي هي الصفرة هذه؟ لا لا لا، شوف الهمبة مال الأشجار اللي هو الحدال. هي الحدال. هي قبل ما يستوي هذا يسوي أشجار. موسمها بعد الحين؟ هي موسمها الحين، لكن لا استوت ما استوي أشجار. إيه شو ألذ نوع همبة أبوي؟ أنا أحب الهمبة زرع. والله طال عمرك إحنا عندنا أول الهمبة مالنا المحلي. هي اللي هو هالشكلية أكتر. الصغيرة هذه المدرعة. أما الحين الهنابي هذا كله مستورد. وين نلاقيها هاي الهمبة الصغيرة الأصلية؟ موجودة ما تلف جيرة. موجود. قبل أبوي شوفي لدرجة وين يعني، وهذه معلومة للسادة المشاهدين أيضا. قبل أبوي كنا نستورد الهمبة الفونسو هاي. قالوا. فونسو. أي. قبل كنا نستوردها. ولكن زرعناها عندنا الحين الحمد لله. طلعت زراعتنا لهذا النوع من انواع المانجا افضل من يوم من البلد اللي كان مزروع فيها قبل.
كطعم وكلون كشكر شكل اي حلوه يعني ما شاء الله. ليش؟ السبب يعود للمياه النقيه عندنا والارض الصالحه. صح الارض الصالحه. بعدين لا تنسى ان اماره الفجيره اصلا هي اماره ساحليه اصلا يعني عرفت كيف؟ نعم. وفيها المناطق والتربه والبيئه المناسبه لمثل هذه النباتات يعني. بالضبط صح صح. انا بعرف وين احصلها هاي الهمبه مالت الفجيره الاصليه ابا موجوده بنيبلج بنيبلج وين انت اخر واحد اخر واحد يتكلم ابوي بنيبلج عندنا ما شاء الله وين ما شاء في ذبه ومتروسه حتى انا عندي في البيت اظني صورت مره ما شفتك جبت لي المانجا في كل مكان الحين انا من سنه طالبه منه تشامي ليه الحين ما جاب لي تشامي التشامي ماتت البقره الله يرحمها يعطيك العافيه ابوي ابوي شو تتميز الفواكه يعني بخصائص محدده مثلا عن غيرها من الفواكه يعني على سبيل المثال اليوم خلينا نتكلم عن الارطب ارطب انواع شوف شو يتميز هالنوع عن هالنوع عن هالنوع عن هذا النوع زين ارطب طبعا عندنا احنا ارطب اللي هو الخين الاصليه نعم من اماره الفجيره اللي ما مستورد علينا نعم صلاني نعم نقال مش حميد مش فرقه مزناي سلام زين مسله مش خصره عندك الانوان مرزبان هذا موجود عندنا احنا هي اسماء تروع شوي لكن لذيذه ولا عرفت ولا اسم زين هذا موجوده انواع الخيل الدغمه الدغمه بعد دغمه هي في دغمه بعد في دغمه شوف الاسماء ما شاء الله كل هذا اندرج حلاوي بعد حلاوي بعد فيه لما تاكل بس تاكل سكر سكر ما شاء الله هي. لكن السكر الطبيعي ما بهذا المكوش لا 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 لا, لا, لا. صحيح طيب نعم. أبوي هل درجة الحرارة الحين أنت عارف الصيف حار نعم. هل ممكن تساعد في أن الفواكه تنضي أحسن اللي هي الفواكه الصيفية خلينا نقول اللي هي تطلع في وقت القيض نعم. هل درجة الحرارة فعلا تخلي هالفواكه تكون ناضية أكثر؟ شوف إلى ما في صيف ما يستوي الرطب بالذات الرطب أرطب النخيل لا ما يستوي لي صيف ما يستوي لازم القيض الحار لازم القيض حار شوف ليش باقي الاماكن اللي فيها بارده ما فيها نخيل سبحان الله الاماكن اللي بارده ما يستوي فيها نخيل مستحيل الا ساحل دوله الامارات العربيه من عمان الى جبال على دبي ابو ظبي يعني المكان الاماكن اللي هي ساخنه لكن الاماكن اللي بارده حتى السعوديه هاي تستوي زين عقب الله يرحم روح زايد وغمد روح الجنة الله يرحم سعيد آمين أول علينا نخيل اللي هو الشيشي البرحي نبت السيف هذول ما كانت عندنا هذا نخيل ما كانت عندنا الله يرحم روحهم جابوهم وين من السعودية هذا كان وين في السعودية وزرعوها هنا وزرعوها هنا جابوها فرقوها على البلادين الله يرحم روحهم غمد روحهم الجنة اللهم والحين استوت نخيل هذه لا 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 وردت الحين الناس حبت انها في الاكل والنخيل السابقه تاخرت شو هذا؟ قال طب نغال وهو النغال بيشر قبل وصلان وقش حميد صحيح زين هذا قبل هذا ورد علينا السعوديه لكنه شيء منه جاملنا على جونا وشيء ما جامل ليش؟ مثل الخلاص ما جامل ناس عايد منه من النبات النبتوية صحيح زين ايش يوص ولا بيه ريو صحيح زين على هالطاري ابويا دام فضلك في بعض الفواكه والنخيل وكذا الناس يمكن حد من الساده المشاهدين يقول لك انا ابغي ازرع ولكن سؤالي هو وين اقدر ازرع؟ هل انا في اماره الفجيره انا اتكلم هل انا اقدر ازرع في اي مكان في بيتي في الشارع في بقعه معينه ولا في اماكن معينه لزراعه معينه مثلا على سبيل المثال الهمبه نعم. الهمبه اللي انا عارفها نعم. تزرعها في اي مكان ما عندها مشكله نعم. في بيتك بمزرعتك في الشارع في صحيح لكن في فواكه ثانيه لها اماكن معينه نعم. عشان تقدر تزرعها وتثمر لك التربه من التربه شوف كيف اقدر اعرف اي لا انت حتى لو في البيت شوف الهمبه تعيش على التربه اللي هي حصيه تعيش النخلة مثل مثل يبل النخلة تستوي لكن الهمبة وعندك باقي الزراعة
لازم تحط عليها شو؟ طين. طين يعني طري، اساس انه شو؟ تشد فيه بعروق. نعم. مثل الهنباء عادي عندها. الهنباء والنخلة كنكري عادي. ما عندها مشكلة. ما عندها مشكلة. شنو مكانة التربة؟ أي مكان التربة. أي. بس ما تكون تربة مالحة. المالحة ما 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 تموت يمكن بالعكس. موت. ما تموت نعم. طيب أبوي ما أدري أنا كيف والله الله يعينكم، تزرعون في الحر وتتعبون في القيض. وعلشان تطلعون ألذ المنتجات المحلية يعطيكم الصحة وطولة العمر يا رب العالمين. أبا أعرف في موسم القيض وفي الحر شو الأشياء والأدوات اللي تستعملونها أثناء الزراعة؟ كيف تزرعون؟ بشو؟ بيدينكم؟ عندكم أجهزة معينة؟ أنا أعرف أن الشواب البركة اللي نفسك يحب الأدوات البسيطة اللي هي مال أول. الزراعة طال عمرك أول يزرعوها في مواسم معينة، يعني قلت لك أنا الحين ما الزرع الصيف فالأيام، وزرع الشتاء لما بعد شهر 9 وفوق زين، لكن تكون التربة طيبة يعني ما أزرع على أرض مالحة. لا شو أدواتك؟ شو تزرعون؟ أدوات؟ هي. اللي هو أقول اشترى اللي أول شيء بالتربة والسماد. تم. هذا الأسمدة ما يحطوا كيماوي، كيماوي لا، كل سماد مال باقر ومال غنم، كل زراعة لها سماد. يعني شوف الهنبة لا يقدر يحط عليها سماد غنم لا. إيه لكن قبل أبويا تقصد بشار قبل كنتوا تزرعون بالعتلة والشيول. هي هذا اللي أخذ الله الشيول الفاس. والهذا والأمور هذه إحنا الأشياء هذه نبغى. يعني هذا يسموه عتاد مال الزراعة. هي. أنا حقك علي تسحقك علي. هذا معدات مال الحرارة. شو عتادك حق الزراعة طيب؟ عتاد نطال عمرك أول في مسحة. زين مسحة. وعتلة. وعتلة وهياسة. نعم. وقراز، القراز هاي قرزوه بالأرض. نعم نعم. سوى عسل سوى بالليلاب والفلاية. اليلبة نعم. آه هذا. زين هذا معدات حراسة الزراعة. طبعا الهياسة يحرثوها الأرض، المسحة يكرسوها، يحفروها الله يرك الأرض، لا رايلة لا كل شيء. نعم. أسموها مسحة. أول قليل بعد الشياول عندنا إحنا، شياول قليلة بس مسحة، مسحة وداس. عقب قالت علينا شوية تطورت الأماكن، يا الشيول يا القراز يا هذا. القراز أول حتى من خشب، حط رد حطبه مني بحط له سحله الحين ما شيء، قصوا أي شيارة شريشة جذامة قصوها شرخوها بالنص بمجارة سويت لوح. يا سلام. سووا قراز. يا سلام. الهياسة طبعا من الشيارة، من صمرة، من سدرة، من قرطة، هذا من نسوي من الهياسة. تعبكم وشقاكم أول أبوي صراحة يدرس، يعني يدرس. أيوة. أول والحين الأجيال هذه والأجيال القادمة واللي أيوة. بعدها الله يعطيك الصحة والعافية. نحن أمانة أبوي أنا أبغي أقول لك كلمة ومن القلب وإن شاء الله توصل للقلب. الله سلام. نحن الله جيل اليوم هذا عمرنا ما راح نطلع من يزاكم. أيوة لو شو ما نسوي. الله يعطيكم بيض الله ويوهكم يعطيكم ألف عافية. الله أول الله في عماركم يعطيكم الصحة والعافية يا رب. آمين. أنت اليوم مشرفني ومنورنا اليوم في الاستديو، أخذينا منك هذه المعلومات اللي قد يجهلها البعض وتعلمنا منك، ودائما نتعلم منكم، أنتوا سندنا وأنتوا تيجان على رأسنا أكيد. الله يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا، وإن شاء الله راح تكون هناك لقاءات قادمة، ودائما نحن ندور الفائدة من وراكم ومن عندكم إن شاء الله. أكيد. زاك الله خير. الله يعطيك الصحة والعافية. حبيب. نعم مشاهدينا وصلنا معكم فاصل قصير إن شاء الله وراجعين لكم، انتظرونا. أهلا بكم من جديد. أقيمت ورشة تدريبية لمكافحة تقليد العلامات التجارية بفندق انتركونتيننتال بدبل فجيرة، وكانت بالتعاون بين شركة مانيسا لإدارة الحقوق
والملكية الفكرية وبلدية الفجيرة وجمارك الفجيرة وبلدية دبل الفجيرة ووزارة الاقتصاد. المزيد مشاهدينا في فقرة هنا الفجيرة. مشاهدينا نرحب بضيفنا الأستاذ بهاء الدين جلال أبو ريدة، مستشار قانوني في الملكية الفكرية ومدير التقاضي لشركة مانيسا لإدارة الحقوق والملكيات الفكرية. مرحبا بك سعادة المستشار، أهلا وسهلا فيك. أهلا بحضرتك وشكرا جدا لاستضافتكم لنا وبنعرف عن سعادتنا بحضورنا معكم اليوم. الله يسلمك. الله يخليك وبشكر اهتمامكم بالمواضيع دي، مواضيع حماية الملكية الفكرية. الله يسلمك. الله يسلمك. بداية أستاذ لو تخبرنا عن تفاصيل الورشة وأبرز ما جاء في محاورها أيضا. باختصار هي دي ورشة تدريبية لحماية العلامات التجارية ومكافحة التقليد. نعم. بالتعاون ما بين شركة مانيسا لإدارة الحقوق والملكيات الفكرية مع الجهات الرقابية المتخصصة في هذا المجال في إمارة الفجيرة، بلدية الفجيرة وبلدية دبل الفجيرة وجمارك الفجيرة وفرع وزارة الاقتصاد بالفجيرة. كانت بمشاركة أيضا مشارك فيها مجموعة من أصحاب العلامات التجارية. الحضور كان حضر عدد كبير من العاملين في هذه الجهات اللي هي الجمارك والبلدية دبل الفجيرة وبلدية الفجيرة ووزارة الاقتصاد. الورشة متقسمة لثلاث أجزاء رئيسية. احنا أول جزء اتكلمنا فيه على حماية العلامات التجارية في ظل تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة، والجزء ده فصلنا فيه تعريف العلامات التجارية وفقا لقانون 36 لسنة 21 قانون العلامات التجارية وأنواع العلامات التجارية وأوجه التعدي على العلامات التجارية. وعرضنا عرض تفصيل الحدود اللي هي المعايير اللي ممكن افرق ما بين العلامه الاصليه والعلامه المقلده وفق اللي هي المعايير القانونيه اللي وضعتها المحاكم هنا في الدوله، سواء محاكم النقد او محاكم التمييز. النقطه واتكلمنا على مخاطر التقليد، مخاطر التقليد على المستهلك وعلى الاقتصاد الوطني. الجزء الثاني في الورشه كان شرح شفهي لكيفيه التفرقه ما بين المنتج الاصلي والمنتج المقلد لاصحاب العلامات التجاريه المشاركين معنا في الورشه. وبعدين الجزء الثالث كان ورش عمليه بمشاركه اللي هم الحضور اللي هم اعضاء الجهات الرقابية اللي موجودين في الإمارة مع أصحاب العلامات التجارية، ووضحوا لهم بتوضيح عملي إزاي يقدر يفرق ما بين المنتج الأصلي والمنتج المقلد. نعم، يعطيك العافية. طبعا احنا شاكرين لك على إيضاحك ما تم من محاور في هذه الورشة، ونروح وياك سعادة المستشار من الورشة لشركة مانيسا أكيد. وراح نسألك الممارسات الأساسية اللي تتبعها الشركة في لحماية العلامات التجارية ومكافحة التقليد. طيب الشركة شو بالضبط ممارساتها؟ أنا هوضح، هتكلم الأول إيه الشركة. نعم، إحنا شركة إماراتية متخصصة فقط في اللي هو تخصصها الأساسي اللي هو حماية الملكية الفكرية ومكافحة تقليد العلامات التجارية، حماية العلامات التجارية ومكافحة تقليدها. طبعا أنا هوضح ده، لنا عدة أفرع في الوطن العربي، يعني في معظم دول الوطن العربي. احنا في مكاتب تعاون معانا، أكثر من 25 مكتب تعاون حول العالم برضه في مجال حماية الملكية الفكرية. الشركة لها تشكيلها الأساسي ثلاث أفرع رئيسية، اللي هي يعني ثلاث أقسام رئيسية دول تشكيل الشركة. عندي قسم أبحاث السوق، وعندي اللي هو ده القسم أبحاث السوق ده بعمل دراسة للسوق، بشوف
المنتجات المقلدة في سواء في السوق عندي في الفجيرة أو السوق في أي إمارة تانية أو في أي أو الدول اللي هي مشاركة معانا، بشوف الدول اللي احنا شغالين فيها، بعمل دراسة للسوق، بشوف حجم المنتج المقلد وأماكنه ومين المصدر بتاعه. بعرض الدراسة اللي أنا عملتها اللي هو القسم اللي هو أبحاث الأسواق، بيعرض الدراسة على الشركات اللي هي صاحبة العلامات اللي هي اللي أنا بمثلها. بعد كده بتديني بتناقش معاها في الدراسة دي، بيجي دوري أنا اللي هو إيه اللي هو قسم التقاضي. قسم التقاضي اللي أنا اللي أشوف الحل القانوني أو الطريق القانوني اللي أمشي فيه لمكافحة التعدي على العلامات التجارية. يعني بتوضيح أكتر، إحنا شغالين ثلاث زي الواحد اللي هو الأشعة اللي هو قسم أبحاث السوق يشوف فين المنتجات المقلدة، قسم الاستشارات القانونية اللي هو ده الطبيب العام بيبلغ العميل، يجي عندي أنا الجراح اللي هو قسم التقاضي اللي أنا أحاول أشيل اللي هو أحاول أقضي على الإيه على الـ على الـ على المتع... اللي أنا اللي هو التعدي على العلامة التجارية. جميل جدا. طيب أستاذ، كيف يمكن للشركات العاملة في الفجيرة الاستفادة من خدمات شركة مانيسا؟ طبعا أنا يعني أنا كشخصي وكشركة مانيسا طبعا نسعد جدا إن هو إيه إن إحنا نعمل مع الشركات في الفجيرة. الشركة أنا طبعا بداية أنا الشركة اللي محتاجة مساعدة أو إن أنا أشتغل معها أشوف أو أقعد معها الأول، أقيم الوضع الوضع عندها، أشوف هي طبيعة المنتج اللي هي بتنتجه، أبحث معها هل هي تم تسجيل العلامة من عدمه، إذا ما تمش تسجيل العلامة التجارية لها نسجل، وإجراءات التسجيل هنا في الدولة سهلة وتكلفتها مش عالية. يعني إني أقدر أي صاحب صنعة أو صاحب خدمة أي منتج يقدر يسجل علامته التجارية بالإجراءات، ما دام عارف إن هو منتجه ده مميز وإن هو عشان يقدر يحمي. نسجل المنتج، بعد كده هدخل على الثلاث مراحل اللي انا قلت لك عليها دي. انا هعمل له دراسه للسوق، سواء اذا كان هو بيوزع منتجه في الامارات بعمل له دراسه للسوق، اعرف اذا كان في تعدي على المنتج ولا لا. بعد كده اتجه للتقاضي. بعد كده للتقاضي. طيب استاذ، يعني كل المراحل هذه اللي تسويها شركه مانيسا اكيد لها رسوم من قبل الشركات الاخرى. يعني اللي بيلجا لك اكيد هناك رسوم معينه. انا عشان اكلمك، انا مع الشركات المحليه، يعني لو في شغل مع شركات محليه مش موضوع الرسوم مش هيبقى موضوع كبير. انا معظم شغلي انا بمثل مجموعه من اكبر الشركات العالميه. يعني صحيح هذيك الساعه يعني الرسوم هذه ما راح تكون ذو اهتمام او لها اهميه كثر ما انا مهم عندي انا كشركه عامله هني ان علامتي التجاريه هذه لا تقلد. فقط انا بكلمك على المستوى العام، سواء عندي انا او عند اي شركه تانية، تسجيل العلامه التجاريه سواء رسومه او رسومه الحكوميه او اتعاب الشركه او المكتب اللي هيعملها مش عاليه. يعني انا كنصيحه من هنا من منبركم بقولها لأصحاب الصناعات أو أصحاب المنتجات، أنت اتجه لتسجيل علامتك التجارية. رسوم الوزارة أو رسوم التسجيل في الدولة مش عالية، كذلك مكتب التسجيل اللي هو هيسجل لك برضو أتعبه مش في المواضيع في موضوع التسجيل قليل. نعم. طيب سعادة المستشار، أنت في بداية حديثك قلت أن هناك أو عندكم أنتم من ضمن شغلكم انكم تفرقوا بين التقليدي والاصلي. الاصلي والمقلد. الاصلي والمقلد. أيوة. كيف يمكن للشركه او خلينا نقول ما هي المعدات او التقنيات المستخدمه في هذا الموضوع تحديدا؟ احنا معانا في الكادر، معانا في اللي هو قسم ابحاث السوق ده، في مجموعه من الخبراء، خبراء العلامات التجاريه، بيقدروا يميزوا ما بين الاصلي والمقلد. دولت اساسيين معانا. اللي انا عشان بقى التفرقه ما بين الاصلي والمقلد، انا بيبقى في قواعد عامه انا ببعدها من الشركات المصنعه. الشركه المصنعه بتبقى كل شركه حاطه
حاجات معينه ان انا اعرف ان هي اذا كان الاصلي المنتج ده اصلي او مقلد. يعني انا اضرب لك مثال للشركات اليابانيه. الشركات اليابانيه بتحط في دايما بتعمل تقنيه الهوليجرام اللي هو الملصق ثلاثي الابعاد. ملصق ثلاثي الابعاد ده من الصعب تقليده. ده موجود على معظم المنتجات اليابانيه. ده المنتج ده بطريقه ان هو بالعرض العاديه ان انا حركت المنتج بيديني لونين، ده لو منتج اصلي. لو منتج مقلد ما بيديش الهولوجرام ما بيتغيرش لونه. انا في اليات ثانيه، انا عشان بكافح التقليد شغال على الاليات اللي انا برصد وبكافح، اللي انا بتجه لموضوع التقاضي. وعندي حاجه ثانيه بعملها اللي هي التوعيه، او التعاون، اقصد التعاون مع الجهات الرقابيه زي الورشه اللي احنا عملناها دلوقتي. انا بجيب الشركات اصحاب العلامات بيعرضوا التقنيه اللي هم احدث حاجه وصلوا لها في المكافحه، مع يقعدوا مع رجال انفاذ القانون اللي هم في الجهات الرقابيه ان هم يعرضوا لهم عليه في حكم. فهو اللي هو الشخص اللي في الجهه الرقابيه سواء في الجمارك او في البلديه هو اللي بيبقى محتك بالاسواق اكتر مني انا كصاحب علامه او كممثل صاحب علامه. فهو ما بيعرف التقنيات دي او بيعرف في خلال الورشه زي الورشه اللي احنا عملناها بيطلع ما بينزل السوق في الحملات التفتيشيه اللي بيعملها بيقدر يميز ما بين المنتج الاصلي والمنتج المقلد. نعم. طيب سعاده المستشار، في الحقيقه هناك سؤال شخصي وهذا السؤال اشعل فتيله فضولي، خلينا نقول الله يسلمك. فالسؤال هو المنتجات هذه كلها هل هناك منتج صعب تقليده؟ حكم خبرتك طبعا. انا هقول لك ولا اي منتج هو تحت طائله التقليد عادي يقلد؟ والله لا، هو انا بكلمك هو مش صعب تقليده. المقلد بيحاول يوصل لاكبر درجه مقاربه للمنتج الاصلي ان هو يخدعني كمستهلك، بس ما بيقدرش يوصل للمنتج، ما بيقدرش يوصل لنفس المنتج الاصلي ابدا ابدا مهما حاول ما بيقدرش يوصل له. عشان هو انا المنتج، انا ما بكافحش التقليد عشان في الاساس طبعا الشركه بتكافح التقليد على اساس السمعه اللي عملتها واكتسبتها على مدار السنين بعلامتها التجاريه دي، او ان هي برضه للمردود العائد المادي التقليد، التقليد ده بيسبب لها خسائر. انا برضه بكافح بالضبط بكافح التقليد على اساس سلامه المستهلك بالضبط. انا يعني احنا في الورشه اللي احنا كنا شغالين فيها دي كنا مهتمين على منتجات السلامه، يعني سواء يعني اللي هي في قطع غيار السيارات، الفرامل، شمعة الاحتراق، البطاريات، الشواحن، الحاجات اللي انا الحاجات اللي هي بتاثر على سلامه الانسان. ايه هذه مهمه جدا. فدي ده كان تركيزنا، الركيزه الاساسيه في الورشه في جميع الشركات اللي احنا شغالين معاها اللي هي منتجات السلامه. اكيد. واحنا هني ايضا من منبر الفجيره تجمعنا نوصل الناس حقيقه بعدم الاستهانه في موضوع المقلد هذا او المنتج المقلد، لانه ممكن يخرب بيوت، هذا يتسبب في حرائق، في مشاكل، في امور كثيره احنا في غنى عنها. يعني انا مش يعني انا بتكلم كنصيحه عامه للمستهلك. لو انت بتدور على منتج، يعني منتج ممكن منتج يكون غالي، ما تتجهش مش عايز مش قادر تشتريه، لا اشتري منتج مماثل بس مضمون. يعني ما يكونش انما ما تتجهش لتقليد المنتج. إيه بس للاسف سعاده المستشار وهذا واقع حقيقه نعيشها وموجوده في السوق اتوقع، وانت يمكن ما تخالف. انا جزء. هناك مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال تشارج. ايوه. يجيك ويقول لك والله عندي التجاري وعندي الاصلي. انت وين اللي تبغيه؟ تحس ان الاصلي مثلا مبلغ شوي عالي والتجاري يقول لك مبلغ بسيط، ولكن يتضح انه فيما بعد ان حتى اللي قال عليه اصلي هذا واللي سعره غالي اصلا تجاري ومضروب. مضروب. انا بكلمك يعني انا بقول لك اللي هو المقلد عليه علامه المنتج الاصلي ده ما تتجهش ليه تماما في ايه؟ على في الـ في الـ في الـ في, الـ في الشواحن ومنتجات السلامه دي على الاساس. ده ما تتجهش ليه على اساس انا كشركه
الشركه الاصل اللي هي صاحبه المنتج الاصلي مش ما بتطرحش المنتج للسوق مباشره. لا، انا بعمل ازاي المنتج ده؟ بخضعه لاختبارات، الاختبارات جوده وسلامه، اشوف المنتج ده هيؤدي الغرض اللي هو منتج من اجله ولا لا، هيؤدي الوظيفه اللي الشركه صنعها من اجله ولا لا، هل في المنتج ده استخدامه هيبقى فيه تاثير على سلامتي، على سلامه المستهلك او ضرر على صحته؟ ده بخضعه للاختبارات دي. بعد كده ان دوله المنشا اللي الدوله اللي فيها المصنع اللي انشا بيخضع للاختبارات عندها على اساس ان هي تدي له علامه ان هو مطابق للمواصفات، ان هو المنتج ده خلاص اعتمدته. فانا ارجع تاني، هيجي عندي هنا الامارات بيخضع لهيئه المواصفات. نعم، ان الامارات تديله ان هو مطابق للمواصفات الاماراتيه، راح يقيم ايضا اللي انا اعرف اللي انا اطرحه في السوق. انما المنتج المقلد بينتجه هو بيصنع ويطرح في السوق. صحيح. فبيبقى ان هو في خطر على سلامه المستهلك. انا بتكلم ان هو انت مش خلاص انا عارف ان مثلا المنتج بيحمل العلامه الفلانيه كذا، ده غالي، بس في بديل له منتج بيحمل علامه تانية اقل سعر بس منتج مضمون. الجهات الرقابيه عندي هنا في الدوله عملت عليه اختبارات، الشركه نفسها عملت عليه اختبارات، حتى لو حصل حاجه اقدر ارجع للشركه، اقدر اعود على الشركه، اقدر اقاضيها اللي هي انتجته. فيما يخص التقاضي استاذي الفاضل، طالما احنا وقفنا عند كلمه التقاضي، كيف الطريقه؟ ما هي الاليه في انك انت تقاضي محل معين او مؤسسه معينه قلدت منتج معين؟ احنا في الحمد لله وفقا لتشريعات الدوله، انا اقدر اشتكي في حمايه الملكيه الفكريه ضد حمايه العلامات التجاريه ضد جميع الجهات الرقابيه في الدوله. اقدر اشتكي في عندي في انت مخول؟ انا مخول. انا عندي وكاله اللي انا اقدر اقاضي في حمايه الملكيه الفكريه وحمايه التقليد على اصحاب العلامات التجاريه اللي هم العملاء بتوعي. نعم. عندي اقدر اقدم شكوى لوزاره الاقتصاد دي في حالات معينه، اقدر في المحلات، في المستودعات، في الشقق، في اي دي اقدر اشتكي عند البلديه هنا في الفجيره والدوائر الاقتصاديه في باقي الامارات. المنتج لو داخل عن طريق الجمارك اقدر اقدم شكوى في الجمارك، وهم كل جهه من دولت عندها الضبطيه القضائيه وبتقدر تحرر محضر بالمخالفه وبتخالف المقلد وبتصادر المنتجات المقلده. يعطيكم العافية طبعا على جهودكم الكبيرة في شركة منيسة. أكيد الأستاذ بهاء الدين جلال أبو ريدة، مستشار قانوني في الملكية الفكرية ومدير التقاضي لشركة منيسة لإدارة الحقوق والملكيات الفكرية، شكرا جزيلا على تواجدكم. شكرا 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 لكم، وشكرا على استضافتكم لنا. الله يسلمك، شكرا على هذه المعلومات القيمة حقيقة. يعطيك العافية. تسلم. أتمنى أكون أفدتكم وأفدت المشاهدين. أكيد لا شك، أكيد. يعطيك العافية. الله يسلمك. نعم مشاهدينا، فاصل قصير وراجع لكم في رياضة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. تعتبر العصبية من المشاعر السلبية التي يمكن أن تؤثر على حياتنا اليومية، حيث تزيد من مستويات التوتر والقلق وتؤثر أيضا على صحتنا النفسية والجسدية. لذا يسعى الكثيرون إلى التخلص من العصبية وتحسين جودة حياتهم. المزيد مشاهدينا في فقرة مجلس الدار. مشاهدينا، معنا في الاستوديو الأستاذة كاميليا كامل، مستشار أسري وتربوي وكوتش علاقات عامة. أهلا وسهلا فيك. أهلا بحضرتك. الله يسلمك. مرحبا بك. بداية أستاذة الفاضلة، كيف يمكن للأفراد التعرف على
علامات العصبية لديهم؟ كيف أعرف أنا، كيف أعرف اليوم أني أنا عصبي ولا لا؟ سؤال مهم جدا. قبل ما نجاوب على السؤال دوت، احنا محتاجين نعرف ايه هي العصبية. العصبية هي شعور تلقائي بيحصل للإنسان، يعني ملوش أي إرادة فيه، نتيجة حدث معين حسس الإنسان ده إما بالخطر أو بالتهديد، فبيحصل تفاعلات جسمانية بتشير للإنسان إن أنت دلوقتي هتتعصب، في خطورة دلوقتي في الجسم، وهيبدأ الهرمونات الطاقة تعلى عند الإنسان فيبدأ إن هو يتعصب. صحيح. طيب شو هي الأشياء اللي ممكن تؤثر وتزيد في العصبية عند الشخص؟ وأحياناً يقول لك يعني أنت حاول تبعد عن الأشياء اللي بتعصبك. طيب إيه هي الأشياء اللي بتعصبني مثلا؟ في أسباب كثيرة جدا للعصبية، من أهمها الآلام. الأمراض المزمنة بتسبب عصبية للإنسان، بتخليه هو مش قادر يتحمل الضغوط اللي حواليه. التوقعات العالية، يعني لما الإنسان بيرفع توقعاته سواء في مع أولاده، مع زوجته، مع زوجها، مع محيطهم في العمل، في المجتمع بصفة عامة، ويجي ينصدم ان التوقعات دي غير ملباه بالنسبه له، فده برضو بيزيد العصبيه عنده. كمان الشخصيه المثاليه اللي هي تطمع انها تكون 100% 100% كل حاجه، ما تقبلش ابدا ان حاجه تكون 99.9، فده بيخليه طبعا برضو معرض اكتر للعصبيه. ضغوط العمل، ضغوط العمل من الحاجات الكتيره المسببه جدا للعصبيه عند سواء الرجل او المراه. ما تقوليش. صح. اكيد طبعا، لان هي مش بتبقى بس العمل، بيبقى الاسره والمجتمع والشغل يعني والمسؤوليات كلها مرتبطه، كل ده مرتبط ببعضه. نعم تمام. طبعا في كمان الانسان اللي هو دايما مركز، يعني ما بيفوتش، يعني دايما كل حاجه حاطط لا انا ده مش هفوته، ما بيبصش للحياه. يعني في مقوله كده بتقول لك ايه، يعني عيش في الحياه بعين ونص، يعني صحيح. يعني ما تركزت على كل حاجه، لان انت اللي هتتعب في الاخر. وهنشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل، ايه اثار العصبيه على الانسان. طيب قبل شوي انا قريت في الانترو مقدمه الفقره بان العصبيه تؤثر على الصحه النفسيه والجسديه. طيب على النفسيه ممكن، بس على الجسديه ازاي دكتور؟ هقول لحضرتك، الانسان لما بيتعصب بيتفرز عنده مواد كيماويه خطره جدا وسامه، فالمواد دي بتبقى داخل الإنسان. عملوا دراسات أبحاث في جامعة سان فرانسيسكو، لقوا إن الإنسان بيفرز المادة دي، خدوا منها عينة وعرضوها لفران التجارب، 80% من الفران دي ماتت. أوف. يس. فتخيل إن حضرتك إن أنت بتطلع منها 30% بس، و70% داخل جسم الإنسان، فطبعا بتأثر على كل الأعضاء. الأمراض المزمنة بسببها العصبية، القولون، ألام المعدة، ألام الكتاف، الصداع المزمن، أمراض كتيرة جدا. الأمراض اللي هي بسبب العصبية اللي ممكن ملهاش علاج لغاية دلوقتي، زي الفايبروماليجيا، زي الروماتويد، فكل ده بيكون أثر من أثار العصبية. شوف الآثار والوقع اللي راح يكون على جسم الإنسان العصبي. ولا زال للأسف أستاذ كاميليا البعض متمسك بأنه يكون عصبي، يقول لك لا أنا ما أقبل إلا أكون عصبي، ممكن يزيد من هيبتي، ممكن يزيد من يعني كياني في البيت مثلا، أو هيبتي في العمل، أو ما إلى ذلك. يعني ليش أستاذ؟ حضرتك جاوبت على السؤال. هنا بقى هنتكلم على مكاسب العصبية. زي ما حضرتك قلت إن في ناس بتبقى متمسكة جدا بالعصبية جدا، من سبب من الأسباب إنه هو عايز يسيطر على الآخرين، لأنها مجال سيطرة. ليه؟ لما أنا بشوف الإنسان اللي قدامي دايما عصبي، أنا بحاول أتجنبه، أطيعه، أسمع كلامه، لا أعمل اللي هو عايزه عشان أتجنب بالعصبية بتاعته، فدي مكاسب له. المكسب التاني إنه هو عايز يتشاف، حصل له حاجات من آثار الطفولة أثرت عليه، كان مش متشاف، مش مسموع، دايما بينتقد، انا ببقى عصبي عشان ابان، عشان الناس تشوفني، فده من مكاسب العصبيه اللي بتخلي الانسان يتمسك بيها. يعني نقدر نقول هذه ايجابيات العصبيه؟ لا طبعا، ايجابيات العصبيه طيب. حاجه ثانيه. نروح للايجابيات. ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش اي شعور عندنا من غير اي فايده. انا لو مش بغضب او بتعصب
انا مش هاخد حقي، مش هعرف اخد حقي، هعيش في الحياه بلا مبالاه. انا محتاج ان انا اغضب ومحتاج ان انا اتعصب في المواقف اللي انا محتاج اخد فيها موقف، صح ولا لا؟ اكيد. انت كمربي عايز توجه اولادك للطريق الصحيح للتربيه، مش هتقول لهم وانت ضعيف وانت مش باين ان انت زعلان من الشيء ده. اكيد طبعا. لا طبعا، لازم هتعبر بطريقه العصبيه، ولكن احنا ما بنقولش ان احنا ما نتعصبش او ما نغضبش، احنا بنقول المشكله فين؟ في طريقه التعبير عن العصبيه، ان انا اعبر عن اللي انا عايز اقوله وبجد وبحزم بدون ما اذي نفسي ولا اذي الاخرين، لان الاخرين هم كمان بيتاذوا. يا استاذ علي، اللسان جارح، اللسان جارح، فالانسان لما بيتعصب بيصدر منه كلام بعد كده يعني بيجرح اللي قدامه، ممكن بيسبب له مشاكل نفسيه سنوات طويله جدا، بيبقى صعوبه جدا ان هو يتخلص منها. تترك ندبه لا تزول، لا تزول أبدا. الا لو لجا لمختص ان هو يساعده. دلوقتي الحمد لله ربنا يعني العلم بيتطور، وفي فنيات وفي تكنيكات كتيره جدا بتخلي الانسان يتخلص من اساءات الطفوله اللي تعرض لها. شو المفروض يسوي الواحد استاذه الفاضله أن يتخلص حقيقة من موضوع العصبية؟ في أشياء يقدر يسويها؟ أكيد في أشياء يقدر يسويها. أول شيء يقدر يسويه الإدراك. يعني إيه الإدراك؟ إن هو يعرف إن العصبية دي سببت له مشاكل، هو نفسيا بتأذيه وبتأذي اللي حواليه. يعني إحنا نسيت أقول إن من أضرار العصبية في الناحية الاجتماعية، إن الإنسان بتنفر من الشخص ده، بتبتعد عنه، بيبقى فيه توتر في العلاقات. استاذه عفوا على المقاطعه، ولكن انا قريت في احدى المقالات، لا اعرف عن صحه هذا الامر، يعني ممكن انت تنورينا اكثر استاذه كاميليا، ان كثر العصبيه لدى الشخص ممكن انه يتلف بعض خلايا المخ. اكيد، ما انا قلت لحضرتك بتفرز ماده كيميائيه، دي ممكن بتسبب جلطات، ممكن بتسبب سكتات دماغيه. يعني العصبيه شيء خطير جدا جدا، واحنا اصلا ديننا بيحثونا على ايه؟ اي واحد عصبي يسمع زين الكلام هذا، انتبهوا، لا تكون عصبي وايد، اسمع وشوف. تفضل يا استاذه. يعني ديننا بيحثونا على ان احنا لا تحزن لا تغضب، والكاظمين الغيظ والعافين على طب. الناس، يعني الدين نفسه بيحثونا على كده. طيب استاذه، تاثير العصبيه ايضا على تربيه الابناء، اليوم يعني حقيقه نشوف خاصه احنا عندنا البيت العربي، البيت الشرقي بشكل عام، يعني راجل البيت يكون أغلب البيوت طبعاً يكون عصبي شوي، حتى في تربية أبنائه تأثير هالعصبية هذه في التربية، هل هو ينفع هذه التربية أو لا؟ إحنا مش إحنا ولادنا دول مش ملكية خاصة لينا، ولادنا دول هدية وهبة من رب العالمين وأمانة عندنا. أكيد. لازم نحسن التعامل معها. انت عندك كائن في البيت، بشر من لحم ودم. احنا مشكله معظمنا ان احنا بنتعامل مع اولادنا ان بترفع، لا انا الاب، لا انا الام، ما ينفعش تكلمني بهاي الطريقه. انت ما علمتوش اصلا ان انت يتكلم معاك ازاي، انت ايه الرساله اللي بتوصلها له وانت عصبي؟ يعني في امهات كتير تقول لاولادها ما تعصبوش وما تتكلموش بصوت عالي وهي متنرفزه ومتعصبه. طيب هيفهم ايه الولد؟ عمره ما هيسمع الكلام اللي هي بتقوله، هو بيشوفها هي بتعمل ايه، او بيشوف الاب هو بيعمل ايه وبيقلد، وبيرجع هو يعمل نفس اللي بيعمله الاب او بتعمله الام، ويرجع احنا بقى نقول له ليه عملت كده. طب ما اولادنا مرايه لينا، الاولاد مرايه للاب والام. احنا لو فهمنا المنظور ده ان احنا بنأثر على اولادنا سلبا، الاولاد اللي بيتعرضوا للعصبيه الشديده من الاب او الام بيبقى عندهم ضعف في الشخصيه، بيبقى عندهم حاسس بالفشل، بيبقى حاسس ان هو ملوش اي قيمه في المجتمع. أكيد. حاسس ان هو غير مسموع، ان هو مهمل، إن كل ده انت حضرتك بتعمل تشكيله لما بيكبر بيعاني منها، ما بيقدرش يواجه المجتمع. ونرجع نلوم على الطفل ونقول له قوي نفسك، خليك قوي، واجه الحياه. طب ما انت ما حصنتوش، انت ما اديتلوش اسلحته اللي هو يواجه بيها الحياه نتيجه عصبيه حضرتك او عصبيه حضرتك. بالضبط، لان احنا يوم واحنا صغار واحنا اطفال، اي طفل دائما يكون خايف، يكون يخاف، يعني من اقل شيء ممكن يخاف يعني. فلما اتي انت كاب او كام مثلا تعصب عليه، طبيعي انه يهابك ويخاف منك ويبتعد عنك، على فكره ما يحب التقرب اليك ابدا، ولا يصارحك، ولا تكون انت سره. احيانا يعني دائما نسمع والله ان البنت سرها عند امها، مش في كل الحالات،
لان بعض الحالات حالات الام مثلا تكون عصبيه مع البنات او مع البنت هاي ما يكون سر عندها. انا بتجيلي حالات امهات كبار يعني قدي واكبر مني وعندهم مشاكل من الطفوله بسبب علاقتهم بامهم فهو ايه اللي بيحصل يا استاذ علي؟ الانسان لما بيتعرض لهجوم هو ربنا خلق فينا الجهاز العصبي المركزي ده مختص بالدفاع عن الجسم. صحيح. اي خطر، بس للاسف ان الجهاز المركزي ده ما بيفرقش، يعني غير واعي ان الخطر ده عادي ولا خطر قوي ولا المهم ان لما اشارات الغضب او العصبيه بتدخل جوه الانسان ويحس ان هو في حاله خطر الجهاز العصبي المركزي بيوقف التفكير المنطقي تماما وهو اللي بيدير الجسم. فتخيل انت متعرض للعصبيه من ابنك، يعني انت كاب انت نفسك حاسس بتوتر، دقات قلبك زايده نتيجه العصبيه. صح. فما فيش تفكير منطقي، انت ممكن بتقول اي حاجه، أي بتقول اي كلام يهد الطفل اللي قدامك، سواء بقى معلش يعني سواء زوجه او طفل او اي حد قدامك، انت بتقول له كلام ممكن بيسيب ندبات عنده بتعيش معاه طول حياته فعلا. فهو كمان في حاله الخطر، يعني انت في حاله ان انت ما فيش تفكير منطقي وهو كمان خايف، فالتفكير المنطقي عنده واقف لان الجهاز العصبي بتاعه حاسس ان هو في خطر فهو اللي بيدير جسمه. الاثنين فين هو؟ مهما تقول له اعمل واعمل وسوي وكذا مش هيعمل لان هو مش حاسس. صحيح. هو في حاله دفاع عن نفسه فقط. صحيح. استاذه كاميليا، يعني حقيقه انا يعني ممكن هذا يكون اعتراف حتى على شاشه، انا شوي من النوع العصبي، مش كثير يعني والله. حاجه بسيطه تراطيش كذا على قولتهم. طيب، والسؤال اللي جاي هذا عن التمارين الرياضيه وكذا لازاله العصبيه هذه، انا هذا السؤال جربته على الارض الواقع، يعني انا سمعته من قبل كنصيحه ان اعمل رياضه وراح تروح منك العصبيه. من اول يوم وحياتك انا سويت رياضه، جري ومشي وكذا، فعشان اخوز من العصبيه، فصراحه تعبت وعصبت وتركت الرياضه هاي. يعني مش عارف هل هي فعلا الرياضه تمنع العصبيه مثلا او تزيل اثار العصبيه؟ هي الرياضه طريقه من الطرق، من الطرق الكثيره جدا. لو انا هتكلم عن ان ازاي ان انا اتخلص من العصبيه بتاعتي، انا محتاج اعرف ايه اللي ورا العصبيه دي. العصبيه اوقات كثير بتكون خط دفاع للانسان ان هو يداري ضعفه، يداري خوفه، يداري حاجات هو تعرض لها وهو طفل. فأنا لازم أعرف إيه اللي ورا العصبية. لما هعرف إيه اللي ورا العصبية هقدر إن أنا أتجنبها. ففي تمرين إحنا بنعمله، إحنا دايرة العصبية أو دايرة الغضب متكونة من كذا حاجة. أول حاجة المحفز أو المثير اللي أثار العصبية، تمام؟ وبعدين بتيجي بعده إشارات الغضب أو إشارات العصبية اللي إحنا قلنا عليها، دقات قلب سريعة. صحيح. توسع في فتحة الأنف، إن الجسم بيبقى محتاج أكسجين، ففي إشارات كده بتقول إن أنا أنا داخل على العصبية. بعدين بتحصل مرحلة الانفجار اللي أنت بقى بتنفجر في اللي قدامك، تبقى مش عارف أنت بتقول إيه. أنا أشوف إن الحاجة هذه حتغضبني، ستوب. هتعمل ستوب إزاي بقى؟ أول حاجة السكوت. في قاعدة اسمها قاعدة الخمس ثواني، ان انت تسكت خمس ثواني وتدرب نفسك ان في كلمات معينة لما تقولها لعقلك انه يهدى. انا محتاج اركز دلوقتي، انا محتاج اهدى دلوقتي في خمس ثواني بس، هيقتلك وهيهدي جسمك وهيخلي دقات القلب تهدى، وبالتالي الجسم هيحس ان هو مش في خطر، راح تتجاوز المرحلة. هتتجاوز المرحلة دي. تاني حاجة ان انت تقدر تعملها ان انت تعد بالعكس من 10 لـ1، بالعكس مش 1 2 3، لا من 10 9 8 وهكذا. ليه؟ هتشغل المخ عن حاجة تانية، فهيبدأ برضو العمليات الحيوية بتاعت الجسم إنها تهدى. الحاجة المهمة جدا جدا الكتابة. الكتابة علاج مهم جدا جدا إن أنا أفرغ العصبية بتاعتي عشان أعرف أنا إيه اللي بيعصبني وإن أنا أبتعد عنه. في حاجة كمان برضو تدريب بنعمله، إن إحنا بنعمل لمدة أسبوع بنكتب الموقف اللي عصبني، الموقف ايه، المشاعر اللي صاحبتني، درجة المشاعر دي قد ايه، وايه السلوك اللي انا عملته. المعادلة دي او التمرين دوت بيساعد جدا ان انت تكتشف ايه الحاجات اللي ساعدت على انك تتعصب، فانت لما هتشوفها هتبدأ ان انت تتجنبها وتتلافيها. يعطيك العافية طبعا على هذه المعلومات صراحة القيمة عن
العصبية، الله يبعد عنا جميعا العصبية. طبعا الوضوء والصلاة والتقرب إلى الله من أهم الحاجات فعلا. أشياء ما فيها نقاش أكيد. الأستاذة كاميليا كامل، مستشار أسري وتربوي وكوتش علاقات، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا اليوم في حلقة. الله يسلمك. تسلم. 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 شكرا. نعم مشاهدينا، وصلنا معكم لختام هذه الحلقة، على أمل لقاء بكم إن شاء الله غدا. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي، أخوكم علي المحي، وتحيات طاقم العمل، وتصبحون على خير.